ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قام من الفلسطينيين بعضا منهم بالقيام بعملية انتحارية ضد جنود الإسرائيليون في منطقة الشيخ سعيد بالقرب من القدس القديمة. ששני אנשים, אחד מאבטח ואחד שוטר מג"ב, נפגעו באירוע ירי. שניהם פצועים קשה, כמו שאתם רואים, שניהם פה בהדסה עין כרם. מצבם קשה, כמו שאמרתי. حصيلة هذه العملية 3 قتلى من الفلسطينيين، 2 مخربين والآخر تواجد في المكان، وفي الإسرائيليون إصابة شرطيين الذين قاموا بإطلاق النيران باتجاه المخربين الذين اقتربوا من المكان وأطلقوا النيران على جنود الإسرائيليون. هذا الحي يتواجد بجبل جبل المكبر في القدس الذي حي يدعى شيخ سعيد، وكما نرى إنفو لايف تي في نصلت إلى هذا المكان من أجل استطلاع رأي المواطنين الذين تواجدوا فيه، والجميع قالوا بأنها كانت عملية انتحارية تخريبية عن طريق الفلسطينيون، حيث أطلقوا النيران باتجاه جنود الإسرائيليون وأصابوا 2 منهم إصابات بليغة. ماتوا 2 من هنا و4 جرحى من عندهم. الساعة 9:30-8 من هنا من جبل المكبر. الفلسطينيون الذين يتواجدون في المكان يوصفون لنا ماذا جرى هناك. شاحد مش بحش لأنه انهرق شام. هو هيا ما ماش هو يعني إنه كلهم بعز كذا. هو هيا عفر. في نهاية الأمر سرايا القدس أخذ المسؤولية على هذه العملية، لكن هناك نقاش ما بين حماس وفتح. عمليات كهذه لا يريدون رؤيتها الإسرائيليون في أراضيهم في المناطق الإسرائيلية، فبالرغم من ذلك وعلى خلفية هذه الأحداث، حماس ما زالت تهدد بعمليات إرهابية وانتحارية ضد إسرائيل.